السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان كي تشوفوا معناها بخيرات في السيد الحجاج ولا تفرح، ولكن راه تزاد عليه الثمن. شحال التتويع؟ اي دابا صفحت 40 ريال وما قاداش 40 50 ريال، خاصو الدلاع السيريال. دابا الفلاح دابا راه لاباس عليه، والحال بدا تيسخن ثاني ياك. ها والحال تيسخن وتيتزاد. هو كيتزاد الدلاع. وين يجي؟ زيد عزيد عزيد عندي زيد عندي زيد عندي، راه غيهزو الدلاع تعطيني انا الدلاع. غنكون هاني وراه غي هاك 120 هادي. شحال فيها تقريبا؟ 15 ونص، 15 400 غرام. يعلم مليح، يعلم مليح، يعلم مليح. وما يدي المليح اللي مولفو لي بوها يا. هنا ولات تهنا. واش الشاوى يا؟ واش الشاوى على الشاوى؟ شي شاوى على الشاوى. هاد الناس راه الناس ضرافته هما في الدلاع. ديما كاين اللي يحب الزيتون اللي راه كتجي عندنا وكتشوف 40 ريال اخويا 40 ريال مليح. واخا باقي ما ذقتش مليح، راه عارف باش نجيبو. عطيني ياكل، عطيني الفلوس. ديما هاد الناس راه قلت لك ضراف، قلت لحبابنا المشاهدين عيالات رجال بنات ولاد حبابنا في المكان وداخل الوطن او خارجي. هاد الخيرات نوريو الجاليه المغربيه والناس اللي في المدن الكبرى في المملكه المغربيه، وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. شحال تبيعوا لي؟ وزيتوني 40 ريال ومليح. غير معاك كبيرة وايا الغرب ومليح. أنا 100 ولا لاعب كبير. واو تصار. أخويا. هذا شو هذا كل مليح الله يحفظك. 400 حقنا 440 40 وكيدو كيدو 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 الله يرحم الوالد. أربعمية وأربعين. هذا بالدكاني هذا ياك؟ هذا بديل دكاني.
و هذا الخوخ و هذا الشيء؟ خوخ والبرقوق والبرقوق الكحلة 140 و هذا التفاح والليمون؟ التفاح 120 ليمون 100 خوخ إلى 50 ريال حريفية في هذا الشيء هل بعتوا الصباح؟ ميتين واربعين السلعة موجودة الغرمجة موجودة كيفاش تخيل؟ والله بخير ناصر الله يحفظك الله يبارك شحال هاد البنان البنان 260 الشهدية الخوخ البرقوق 160 علاش كيلو ب 300 علاش هاد البنان دار 260 والحال سخون الحال سخون دابا السومة من عندهم في المارشي اخويا حتى كان عقبها ود وعقب ثاني يطلع يطلع وهاد البرقوق قلتي دابا البرقوق والشهدية بحال الجو ديال الشوم هو اللي غلاها ياك الجو شوية البنان اللي تزاد دابا البنان اللي طلع الطلع البنان اللي طالع حتى السلعة طلعت شوية دابا ياك لاباس كما تيقول لنا هاد الصديق طلعت هو طلع طلعت هو طلع هادشي مع الشومة 160 جوج كيلو ب 300 كل شاهد ديال كيرخو بحال بحال والتفاح شحال التفاح حتى هو 120 التفاح ما كاين باس شوية التفاح هابط هابط شوية واخا كانوا لي شي دراري في الغرب ولا سيدي قاسم ولا لي كان لي بجوج دراهم باش كاين تبان شويه الصير الصير كاين الصير شويه بالحاج هيا كاين الله يحسن العون هذا الرجل كيفاش هضر معنا على الميزانيه تاع الصير اللي هو تيبدا بنادم الصير والرباح وتيبدا طالع هذاك الشيء في التاريخ في اليوتيوب ماشي في الفيسبوك لا على البطيخه وشحال هذا ديال ولاد حريز ولاد حريز قلت لي هذا المرانات هذا من دوار الحسينات بالضبط ولاد حريز بطيخ مليح ديال السلام تاع السقا ولا تاع البور؟ تاع السقا ديال البور ما طاح دار بالشوم مشى بحال هذا وين الشوم تاع هاد الثلاث ايام اللي دازت؟ الايام اللي دازت دار بالشوم دابا هذا ديال السقا ما تنضرهم ما والو منين ديال الوطاقي هذا ولا ديال الحسينات دوار الحسينات اسيدي شحال الثمن؟ سيدي حجاج ب 4 دراهم ثمن الاخر الثمن الاخر 4 دراهم ديالو هذا الشاطو عندنا حبات طورنا باغي نخزنهم تيطيبوا واحد اليوم ولا يومين هذا يطيبون شعر حتى انت خاطر غير تخزنهم تيطيبوا وهادو درك ما طايبينش هادو ما طايبينش هادو فين فين حبات اللي باقيين طورنا كتسمى طورنا باللغه ديال الخضار ياك طورنا واش غنقول لك؟ هذاك ما تلوحليش وما نشوفش راسي مليون في اليوتيوب وما تخلص دابا كتخلص عليا درك اييه ها؟ 80 ريال كيلو هاد المهيا ودقت منها حلوقة زينة هاد تبارك الله هاد المهيا كما تنشوفوا معنا في ولاد مرحب سيدي حجي خيرات موجودة الحمد لله لا مرضي قول لي شنو كاين الله يحفظك ناشط ولا شويه ناشط ولا شويه لا شويه وين وين ودي القاضي جاب زهره الحمد لله المملكه مزهره بالخيرات والرزق كما تشوفوا حبابنا هنا في تخبيص سيدي الحجاج ولاد مرح شحال بعتي هاد البرقوق والشهديه والخوخ قول لي الخوخ والبرقوق والشهديه كلشي 160 هادي انا هادي كيف الصبر كيف الحال كيف كيف ثمن واحد وهاد التفاح حال بحال شحال؟ تا هو 160 علاش قلت لك تتغلي عليا؟ لا ما تغليش التفاح صومنا جوج اخرين قالوا لنا 6 دراهم
وانت قلتي لينا 100 هادو غادو راه الف منقي العيد باقي على الله. هذا الرجل كان رجل رائع بانتي هذاك وليتي تعطينا الخلق ما تعطينا شي ثمن كاين في السوق. لا الثمن اللي كاين الثمن تاع البرقوق والشاهديه الخوخ والشاهديه والبرقوق عطيتينا الثمن معقول وني التفاح زدت علينا. لا شو هادشي باش كنبيع ولا شحال كنبيع؟ لا 60 ودان.